السير الثقافي في مدينة خانقين مراسيم خاصة لإحياء الذكرى السنوية لرحيل مجيد إبراهيم رضا مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الدينية بحضور جمع من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني ومثقفين وذوي الفقيد. وتم خلال المراسيم التطرق إلى مراحل ومحطات في حياة الفقيد والإشادة بدوره ونضاله في خدمة القضية الكردية. نظم مركز قرمسير الثقافي في خانقين مراسيم خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الأستاذ مجيد إبراهيم وبحضور عدد من المثقفين والفنانين والأساتذة وكوادر من الاتحاد الوطني الكردستاني وذوي الفقيد. في بداية المراسيم وقف الجميع دقيقة صمت على روح الفقيد وأرواح شهداء كردستان، ثم ألقى مسؤول مركز قرمسير الثقافي كلمة أشار فيها إلى محطات من حياة الفقيد الراحل ونضاله الدؤوب في خدمة القضية الكردية. وبعدها تحدث بعض الشخصيات عن تاريخ المناضل ومواقفه البطولية والمناصب التي تسلمها طيلة حياته. قام مركز قرمسير الثقافي والاجتماعي في خانقين مراسيم بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الأستاذ مجيد إبراهيم رضا، حيث قدم الكثير من البحوث حول شخصيته وإنجازاته التي خدمت مدينته خانقين العزيزة خصوصا وأقليم كردستان عموما. ومن جانبهم ثمن ذوي الفقيد الراحل جهود ودور مركز قرمسير الثقافي ومثقفو المدينة في استذكارهم المستمر للفقيد الراحل. نشكر مركز قرمسير الثقافي والاجتماعي في خانقين على إقامته ندوة ثقافية للذكرى العاشرة للرحيل والدنا وابن مدينة خانقين الأستاذ مجيد إبراهيم رضا. وأشكر أحاسيسهم والذكريات الجميلة التي عبروا عنها والمواقف التي مروا بها مع الأستاذ مجيد. وأتمنى أن نستلهم من روح الأستاذ مجيد القوة لمواصلة المسيرة الذي بدأها الأستاذ مجيد ورفاقه، ويكون دافعا قويا لنا لنعمل أكثر لإثبات هوية مدينة خانقين الكردية والعمل في جميع مجالات الثقافية والاجتماعية وكافة المجالات. وقد تسلم الفقيد الراحل مناصب عديدة، منها وكيل وزير التربية في حكومة إقليم كردستان ومنصب مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الدينية. لفضائية كركوك من خانقين عباس الأركوازي. أصيب ثلاثة مواطنين بجروح إثر